باش كيف قتلها وما قالوا صباح هضره خنقها والله اعلم. هو كان ناس ملاح ما عندوش هو في الحقيقه ملي جاي يسكن لهنا في الحقيقه كان يسكن في 5 جويليه في حي 5 جويليه. بعد جا لهنا كيكري معنا خبر هذا مربو اسف للاسف ما مزلنا حد الان مشوكين. هو مش نقول لك هذا ناس ملاح وجمال للاسف ما نجمناش حنايا نتقبلوا هذا واسمو قايتك. عنده 5 دراري مع المرأة تاعو والمرأة تاعو كانت عندها شويه مسكينه مريضه عندها وضع تحشيه سيء.